ومع إعلان مقتل البغدادي رحب مواطنون سوريون بالعملية وعبروا عن أمالهم في أن ينهي مقتله عملية تنظيم الدولة في بلادهم. يعني طبعا كل الناس راح تكون فرحانة، كل الناس راح تكون مبسوطة إنه ارتحنا من هيك مجرم سفاح. يعني قد ما حكى الواحد بيضل يعني الكلام ما بيخلص، عرفت علي؟ احنا مبسوطين جدا، وانا شخصيا مبسوط جدا 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 انه انقتل هيك مجرم سفاح، وان شاء الله انه تهدى هالبلد ونوصل للامان ونوصل للاستقرار. لانه اثر على 50 مليون عربي، جرثومه داعشيه خطيره جدا، هو فاتوره لامريكا خلص خلصت منه وقتلته. امريكا كان فيها تقتله من اول شيء. طب شو خليفه ومليفه؟ هم خليفه، كل واحد برفع ايده بقول انا خليفه. شو خليفه مين من الناس؟ لمين؟ شو احنا بزمن الرسول انا خليفه؟ ما خرج لا خالص، الحمد لله، ان شاء الله باذن الله نخلص من هذا الوباء، اهم شيء هذا الوباء. يعني عرفت شلون؟ ان شاء الله امورنا خير للمستقبل. أما في الموصل العراقية التي ذاقت الأمرين من تنظيم داعش خلال سيطرته عليها، فاحتفل مواطنون بمقتل البغدادي معبرين عن آمالهم أيضا بأن يمهد ذلك لمرحلة جديدة. لا زعلان وفرحان، لأن هيم هذوك الدواعش الدولة الإسلامية. احنا بالبداية قلت الدولة الإسلامية، تنظيم دولة إسلامية، هيم بهدلونا، شعلوا أبابونا، نيمونا على الحصيرة، على الحصيرة، على الأرض، ما خلونا نجو نفس. لكن احنا نزعل، أصلنا رجل مسلم. فرحان لأن ما جو يعني على حق، دمروا البلد، جوعونا، قتلوا منا شباب، قتلوا كثير شباب. ايه ما أعتقد يرجع، لأن هذا زعل ومغاح. الله اللي يرجع، إيه ما يرجع، ما حد يرجع علينا بعد هذا. أيوة.